اتصال تليفوني من جيهان جادو، عضوة الجالية المصرية في باريس. برحب بحضرتك ومتابعتك لانتخابات الرئاسة في الخارج. ماذا رصدتي في هذه المرة؟ أهلا بحضرتك يا فندم وسادة المشاهدين. طبعا بكل تأكيد الانتخابات حقيقة بدأت منذ يوم الجمعة الماضي، ونحن حاليا ننتظر يعني الحقيقة هنا في فرنسا يعني لمدة ساعتين مقبلتين إن شاء الله، وسوف تغلق الصناديق. الحقيقة الانتخابات يعني كانت على صراحة على يعني منتهى النظام ومنتهى التطور ومنتهى الانعكاس الحضاري اللي المصريين يعني بجد يعني صراحة كانت ملحمة وطنية بكل المقاييس. الأعداد كانت يعني يمكن قليلة بعد الشيء في اليوم الأول، وده طبيعي جدا وده متوقع كمان، لأن الحقيقة كان عندنا يوم أجازة يوم عمل رسمي، وفي نفس الوقت كمان البرودة والطقس الحقيقة البرد جدا هو ده اللي كان منع الناس في أول يوم. لكن الحقيقة امبارح تغير المشهد تماما تماما تماما، واليوم ايضا لان المصريين الحقيقه سطروا فعلا ملحمه وطنيه شديده امام المقر الانتخابي في السفاره المصريه بباريس. الاعداد كانت كبيره جدا جدا امس واليوم. عايزه اقول لحضرتك ان كمان الفئات اللي كانت مشاركه سواء من النساء من الاطفال من الرجال ذو الهمم الخاصه اللي الحقيقه فعلا يعني شرفوا جدا 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 بتواجدهم، وكبار السن كمان الحقيقه اللي كانوا يعني عايز اقول لحضرتك كانوا مشاركين ومصرين على يعني نحن نتابع معك نتابع معك الان اثناء حديثك صور من سفارتنا في باريس، بنتابع العمليه الانتخابيه واجراءاتها. يعني ما الذي لمستيه من مزيد من التيسير على المواطن في داخل السفارة أو القنصلية للعملية الانتخابية هذه المرة؟ عايزه اقول لحضرتك ان الحقيقه الاجراءات اللوجستيه اللي كانت عاملاها السفاره والقنصليه المصريه هنا في باريس كانت على اعلى مستوى من التنظيم. يمكن السفاره المصريه ما نسيتش يعني بروز الطقس، فكانت عامله مخيمات امام مقر السفاره حتى تقي الناس من البرد ومن المطر. يعني عايزه اقول لحضرتك كمان الاجراءات داخل السفاره كانت منظمه من اول طاقم الامن في السفاره الى يعني حتى مرورا وانتهاء بصناديق الاقتراع كانت في منتهى اللطف. ما كانش هناك اي عرقله تعيق اي ناخب، الاجراءات كانت منظمه، طاقم السفاره كانوا بيتعاملون بمنتهى الاحترافيه وبمنتهى يعني ادب مع كل ناخب. احنا كمان بدورنا كجاليه كنا الحقيقه احنا شغالين على ارض الواقع من 3 أشهر تسبق هذه الانتخابات في غرفه عمليات مركزيه بيننا الحقيقه، وتواصل مستمر للرد على استفسارات اي مواطن موجود هنا في فرنسا، سواء متعلق ب يعني انتهاء صلاحيه البطاقه او جواز السفر. فكان عندنا غرفه عمليات ومنظمين نفسنا فرق عمل الحقيقه عشان نخرج النهارده. الحمد لله احنا تعبنا وحصدنا التعب اللي احنا شفناه بصراحه النهارده، جنينا ثمار تعب يعني على مدار ايام كثيره تسبق هذه الانتخابات. والنهارده الحقيقه المشهد الحضاري اللي كان فرنسا كلها تتكلم عنه والفرنسيين نفسهم كانوا بيشاركوا معانا النهارده في هذه الاحتفاليه الجميله اللي المصريين دايما بيثبتوا للعالم كله في الخارج ان هم ناس لا ابدا احد يزايد عليهم، كلهم وطنيه كلهم حس وطني، وكان نفسهم بجد 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 يعني ان هم يتجمعوا تاني، والناس كلها كانت فرحانه جدا بهذا التجمع لانهم كانوا حاسين ان هم النهارده كانوا جزء مهم في صناعه قرار مصر المستقبل. يعني احنا بنتابع معك الان صور من داخل السفاره، اجراءات سير العمليه الانتخابيه، متابعه السفير بنفسه لهذه الاجراءات، ايضا العاملين الذي بلغ الينا انه تم تدريبهم من قبل على اجراء العمليه الانتخابيه. هذا في حد ذاته يعني مزيد من الجهد تم طبعاً. في هذا الشأن طبعا يعني عايزه اقول لحضرتك ان فعلا السفاره كانت على اعلى مستوى من الرقي التنظيم يعني عشان يخرج بهذا الشكل الرائع.
اكيد جاء نتيجه جهد كبير جدا جدا وتعليمات معالي سفير علاء يوسف الحقيقه اللي قام بدور كبير جدا. القنصليه المصريه كمان تامر بيه الحقيقه القنصل العام لجمهوريه مصر العربيه قايم بدور كبير جدا، كل طاقم السفاره موجود معانا على الرد على اي استفسار، يعني في لينك مباشر ما بيننا وما بينهم وبين الناخبين كمان، ما فيش اي حقوق يعني 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 ما فيش اي حواجز ما بينهم وبين السفير، باي مناخب يقدر يدخل يتكلم مع معالي السفير مباشره لو في اي مشكله يعني اعترضته. فالحقيقه انا من خلال حضرتك بقدم لهم كل التحيه على المجهود اللي هم بذلوه، وبشكر ابناء الجاليه المصريه بفرنسا فعلا لانهم اليوم برغم قساوه البرد وقساوه الجو الا انهم كانوا متواجدين على اهبه الاستعداد وعلى قلب رجل واحد للمشاركه في هذه العمليه الانتخابيه. يعني عايزه اضيف ايضا الى كلام حضرتك ان في متابعه ايضا مستمره من الهيئه الوطنيه للانتخابات مع السفراء في حد ذاتهم عبر تقنيه الفيديو كونفرنس على مدار أيام العملية الانتخابية. تابعنا منذ قليل مؤتمر صحفي من الهيئة الوطنية للانتخابات، كان هناك تواصل مستمر مع سفرائنا في عدة دول من خلال شاشات الفيديو كونفرنس. أستاذة جيهان جادو عضوة الجالية المصرية بباريس، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة لسير العملية الانتخابية في باريس من انتخابات الرئاسة العام 2024.